صباح الخير، نستكمل كورس نتورك. نتكلم النهارده عن الترانسميشن ديلي. ايه الترانسميشن ديلي؟ بيقول لك تايم تو ترانسميت داتا اونتو لينك ات ذا ريسيرفد ريت. تمام، عايز يشوف التايم عشان يقدر يعمل ترانسميت للداتا اونتو ايه اللينك ات ذا ريفيرسد ريت. القانون بتاعها بيقول لك ايه؟ الرول بيقول لك ال ال على ال ار. تمام، ال ار ال ال هي ايه؟ هي الباكيت لينس، طول الباكيت. الار ايه؟ هي ريسيرفد باندويتس. باندويتس يعني مثلا اجيب لك مثال عام، انا عندي في الراوتر مثلا اخري 200 جيجا، 200 جيجا في الشهر، فالباندويتس بتاعي 200 جيجا، يعني اخري 200 جيجا الباندويتس واصله. وبكده ده فيديو النهارده، اتكلمت عن الترانسميشن ديلي.